اخواني اخواتي، مرحبا بكم. اليوم فيديو جديد على برماش. هذا النهار غادي نوريكم طريقه تحضير برماش اللي كديرو خالتي. اذا ندوزو دابا طريقه التحضير. اذا العجينه ديال البرماش كتكون بكيلو ديال الطحين وشويه ديال الملحه وشويه ديال الماء بحال هكا. اذا هو كيتعجن بالماء والملحه والطحين بحال هكا. اذا حنا كما كتشوفوا عجنا العجين ديالنا وغادي نخليوه يرتاح واحد شويه ومورها غادي وهانتوما كما كتشوفوا من بعد ما قطعناه غادي نخليوه يرتاح شويه ودهناه شويه بالزيت. اذا دابا دزنا مرحله التحضير. المرقه ديال البرماش عندنا هنايا واحد الدجاجه بلديه ودرنا عليها شويه ديال البصله. هنايا كاين عندنا شويه ديال الابزار. من الاحسن اننا نكثروا في المقادير باش كتجي لذيذه. داك الشيء كنديروا الابزار تقريبا ملعقه كبيره. وعندنا هنايا راس الحانوت حتى هي نفس المقدار كديروا. هنايا خرقوم شويه ديال الملحه على حسب نتوما شحال ما بغيتوا. احسن انكم ديروا شويه فنش ملحه وسكينجبير. سكينجبير كثروا في سكينجبير كيجي كنحطوا هادشي كامل هكا وكنزيدوا من فوقها الحلبه. كما كنعرفوا بان الحلبه ماده مهمه جدا للجسم ديالنا، كتصفي الجسم من السموم وعندها فوائد كثر. يعني شحال ما درتو ما كاينش مشكل، راه صحيه جدا. هنايا كنديروا جوج معالق ديال هذا ديال الزيت مغارف. هذه ما عرفتش نسهل هكذا وكنردوا هاد المقادير ديالنا يطيبوا. اذا هنا كما كتشوفوا دزنا المرحله ديال نطلقوا هاد الرغايف. اذا خصنا نطلقوهم بحال هكا. بالزيت زيت المائده هكا. باش يجينا مورق وزوين. اذا دابا انطوي واحد الجهه نزيدو عليها الجهه الاخرى. بحال هكا. اذا حتى الاخرين غنديرو لهم نفس الطريقه. اذا حنا رجعنا للمرقه ديالنا، ها هي كتقلى في البوطه. ومن بعد ما تقلى نسدو عليها في كوكوط حتى طيب. اذا كما كتشوفوا هنايا دزنا الطريقه باش نخبزوا داك الملوي ديالنا ووضعناه على واحد المقله فوق البوطه ودرنا عليه داك الملوي. هانتوما كيف كتشوفوا كنقلبوه كنخليوه هكا حتى كيطيب. واحد نصيحه، كل ما مرققتوه كيكون مزيان، كيجي المنظر ديالو زوين. اذا حنايا كما كتشوفوا كيفاش كنديرو كنقطعو داك الملوي اللي طيبنا كنحيدوها بحال هكا